السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب 2 و2، الله يعطيكم العافية. اليوم راح نتعامل مع بعض التطبيقات للدبل اند تريبل انتجرالز. فمثلا هون في عندنا مصطلح لامينا is an idealized flat object that is thin enough to be viewed as a two-dimensional clear region. It is homogeneous if its composition is uniform throughout. In this case, the density of homogeneous lamina is M over A. M here is the mass of the lamina, and A is the area. This formula is equivalent to M equal delta cross A. الآن إذا كانت inhomogeneous لامينا فمعناته انه تركيبة اللامينا تتغير من نقطة إلى نقطة. For an inhomogeneous lamina R, the composition may vary from point to point. That is, the density at each point x, y on the can specified on it can be specified by a function delta x, y called the density function. إذن لكل x, y في عندي delta x, y. إحنا بنحكي عن الآن في R2 اللامينا في البلين. فصار عندي الآن M متغير في كل لحظة في عندي دلتا. فالعلاقة هاي تصبح تكامل M تساوي التكامل على R دلتا X Y D A. راح عندي عبارة عن remain sum في كل لحظة دلتا X Y في ال D X هي واحد. طبعا هذا ال remain sum بتحول ل integration. أيضا في مفهوم فيزيائي آخر اللي هو the center of gravity of a lamina occupying a region R in the horizontal XY plane is the point X bar Y bar such that the effect of gravity on the lamina is equivalent to that of a single force acting at X bar Y bar. طبعا هاي الحاله اكس بار والواي بار محسوبه بهاي العلاقه. طبعا الام نقول حاسبينها فوق. طبعا حاله خاصه لما نرجع مره ثانيه للهوموجينيوس لامينا فالاكس بار لاحظ دلتا بتصير ثابت تطلع برا. في ام على اي على ام اللي هي يصير واحد على هاي الحاله بتصير عندي ذا سنتر اوف جرافيتي اوف هوموجينس لامينا بنسميه سنترويد. سنترويد للامينا معناها بنحكي عن هوموجينس لامينا اوف ذا لامينا اور سم تايم ذا سنترويد اوف ذا ريجن ار از ذا دنسيتي مرات بنسميها سنترويد اوف ذا ريجن ار اللي هي عباره عن X bar equals 1 over A integration over R X dA will by Y bar أيضا using this English. مثال عندك triangular lamina with vertices 0 0 0 1 1 0 has density function كل مرة delta R عند كل نقطة delta XY equals XY. سؤال أول find its total mass الماس الثاني the center of gravity. فبنكون عارفين العلاقات هذول هاي الام والcenter of gravity بدنا نحسب x bar وy bar حسب هاي الفور. طبعا التكامل بدك تحدد الريجن، الريجن معطينا اياها محدده 0 0 1 و 0 0 1. طبعا بدك ترسم علاقه الخط المستقيم هذه. الخط المستقيم المر ب 0 1 1 0 هي y تساوي سالب x بلس 1. فمثل ما حكينا القاعده m هي integration over r دلتا x y dA. dy تتغير من 0 لسالب x زائد 1 والx تتغير من 0 الى 1
طبعاً دلتا إكس واي هي عبارة عن إكس واي، وباقي هو عبارة عن حسابات. بالأخير بطلع الجواب 1 over 24 unit of mass. شو بالنسبة للسنتر اوف جرافيتي؟ بدنا نحسب إكس بار وواي بار. لإكس بار اللي هي 1 على M في تكامل على R X دلتا X Y D A. 1 على M اللي 1 على 1 على 24 هي 24، نفس التكامل من صفر لسالب X سالب زائد 1 على التغير في Y، تغير في X صفر لواحد، لأن X راح نضربها في X Y، تساوي Y بيطلع معك هذا الجواب. نفس الكلام لو Y بار بيطلع معك هذا الجواب. إذا السنتر اوف جرافيتي حتكون في الأخير النقطة الموجودة أمامك. مثال آخر، centroid of the following semicircular region، أو نقدر نعتبر centroid للمنة شكلها semicircular region وhomogeneous. طبعا هون دائرة نص دائرة، الدائرة بالأصل مركزها صفر وصفر ونصف قطرها A. الـ A اعتبره ثابت، ممكن ثلاث أربعة إلى آخر. لاحظ الآن لما تكامل X bar حسب العلاقة، إذا هون عم نطبق نتذكر مرارنا العلاقة هاي سنترويد. الإكس بار تكامل واحد على إيه في التكامل إكس دي إيه على آر. بس لاحظ نتذكر من 201 وذكرناكم أيضا بداية 202 في فيديو وفي محاضرات تفاعلية العلاقة إنه الدبل إنتيجرال إذا كان الريجن سيمتريك أباوت واي أكسس والفانكشن اللي بنكامله أود إن إكس بيكون التكامل زيرو. الاكس بار تساوي زيرو. طبعا ايضا احنا عندنا شعور ان اكس بار تساوي زيرو لان في عندي المنطقه راح سيمتري، اوكي، فاكيد الاكس بار راح تكون بالنص لان سؤال وين واي بار. الواي بار واحد على اي تكامل على ار واي دي اي. لا ننسى واحد على اي الاريا، الاريا مساحه نص دائره، لو كانت دائره باي اي سكوير فنص دائرة واحد على واحد على اثنين باي اي سكوير. طب كيف بنكامل المنطقة هاي واي؟ لأنه جزء من دائرة بولر، فإذا هون راح نكامل نقول ار ساين ثيتا دي اي بصير ار دي ثيتا، بحيث الار تتغير من صفر إلى اي والثيتا تتغير من صفر إلى باي. مرة أخرى حساب تكاملات ار تربيع تكاملها ار تكعيب على ثلاثة من صفر إلى اي بلا بلا، لآخر شيء حيكون الجواب 4 اي على 3 باي. فإذا حددنا اكس بار وحددنا الواي بار فبتكون السنتر هو 0 و4 اي على 3 باي. ممكن تضيفوها هون، لأن إذا اكس بار واي بار تساوي 0.4 اي على 3 باي. بالنسبة لسبيس نفس الكلام، إذا كان هوموجينيوس فالدلتا بتساوي M بدل area بتصير volume. وإذا كان inhomogeneous فلكل XYZ في عندي دلتا، فالM تساوي التكامل على G دلتا XYZ. ومن هون برضو بنحدد center of gravity بهذا الشكل X bar Y bar Z bar. طب إذا كان الهوموجينيوس السوليد ففي عندنا السنترويد، فالدلتا ثابت تطلع برا، مع العلاقة هاي بصير عندي واحد على بي تكامل اكس دي بي للاكس بار واي بار زد بار واحد. وانت تطلع الفيديو ركز بالفورمولا. فتقريبا انتقلنا من اللمنة ل 3 dimensional solid بنفس الطريقة بشكل مشابه، بمع تبديل الاريا بالفوليوم. مثال find the mass and the center of gravity of a cylindrical solid G of height h and radius a given that the density at each point is proportional to this the distance between the point and the base of the solid. Mankoff
انا هون نعطيك نصف القطر A مش رقم ثابت بس نعتبر A ثابت والارتفاع H. كمان ما نخاف من الدنسيتي لانه معطيني صفة الدنسيتي هي proportional to distance between the point and the base of the solid. Base of the solid للأعلى. في تناسب وتناسب بينها وبينها زد. فلذلك الدنسيتي راح تكون ثابت في زد. فمن الأسامشن دلتا إكس واي زد تساوي كي زد. Where k greater than zero is constant of proportionality. شو بدنا نحسب الماس نكون متذكرين العلاقة هاي الماس. عن الماس الآن دي زد راح تتغير من صفر إلى اتش تعتبر ثابت بحيث تتغير اكس الواي من سالب جذر A تربيع ناقص X تربيع إلى جذر A تربيع ناقص X تربيع والX تتغير من سالب A إلى A. هذا الموجود حساب تكامل بالنسبة لزد كي زد سكوير على 2 من 0 ل H. الآن عوض H يصير كي H سكوير على 2 ثابت طلعناه برا. تكامل بالنسبة لواي دي واحد ثابت اللي هي عبارة عن 2 في جذر A تربيع ناقص X تربيع. A تربيع ناقص B ناقص الناقص مع سالب جذر A تربيع ناقص تربيع بصير 2 في جذر A تربيع ناقص X تربيع. مع 2 بتروح. بضل عندي K H سكوير في تكامل من سالب A إلى A جذر A تربيع ناقص X تربيع DF. هذا اللي هون ومساحة نص دائرة. التكامل هذا من سالب A إلى A حسب ال 101 ومساحة نص دائرة هي نص باي A سكوير. فإذا الماس بيطلع بهذا الشكل. بالنسبة لل X بار Y بار Z بار نستخدم القاعدة مباشرة. فال X بار واحد الآن بهذه الصورة. الآن حسبناها هي. بس الآن التكامل نفس الحدود بس راح تضربها بX. هيطلع X بار تساوي زيرو. نفس الكمان واي بار تساوي زيرو. بالنسبة للزد بار إذن هي فقط حساب تكاملات. لاحظ واحد علامة اللي حسبناها هون والتكامل نفس الحدود. الدلتا اكس واي كانت زد كي في زد نضربها في زد بالنسبة للزد بار وبتكامل. فإذا السنتر بيكون صفر صفر واثنين على ثلاثة. مثال آخير. Find the centroid of the solid G bounded below by the cone and above by this sphere. تذكر هذا السؤال حليناه لما أعطيناكم بفيديو spherical coordinates. هاي المنظور. الـ centroid للريجن أو بنقدر نعتبره هذا عبارة عن solid homogeneous. بنقدر نحكي عن هذيك اللحظة عن السنترويد لإله. كيف نحسبه؟ بالقاعدة اللي كتبناها بالأخير أذكركم فيها. ممكن مرة قادمة نذكر رقم صادق. يقول لك قاعد بالسلايد رقم 5. واحد على V في التكامل DX DV. أنت هون بدك تحسب V. بس لحسن الحظ انه هذا السؤال كنا حاسبينه سابقا الفي في فيديو سابق وانت موجود الليكتشر نوت ساعوني في عندك تقدر ترجع تتذكر انه الفي حسبناها وكان الجواب هيك. وكمان السنترويد من الشكل واضح انه في تشابه تماثل حول الزد يعني منطقه تشابه يعني اكس باور والباي باي راح يكون 0 0. الفرق والمشكلة وقت في الزد بار. فالإكس بار تساوي واي بار وتساوي زد. طب الزد بار نحتاج واحد على في تكامل زد دي في. واحد على في اللي حسبناه في مثال سابق اللي هي الفي حسبناها. هلا بالنسبة للتكامل أيضا كنا نستخدم هذيك اللحظة صفر اسفيريكال كوردينيت.
تتذكر الريزيد هو رو كوساين فاي. لدي في بيصير رو سكوير ساين فاي دي رو دي فاي دي ثيتا. طب بالنسبة لرو تتغير من صفر إلى أربعة. الفاي من صفر إلى باي على أربعة. ثيتا من صفر ل 2 باي. الرو من صفر إلى أربعة، الفاي من صفر إلى باي أربعة. تتذكروا هذا ليش باي أربعة؟ ارجع للسؤال السابق في درس سفيريكال كوردينيت، لأنه حددنا الفاي لما تكون زد تساوي جذر التربيع لأي تربيع زائد واي تربيع بتكون فاي تساوي باي أربعة، والثيتا طبعا من صفر ل 2 باي. تحسب تكامل عادي تطلع معك هذا الجواب. إذا السنترويد حيكون هذا. أوكي. يعطيكم العافية. لقاية تجدد المرة القادمة مع موضوع جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.